مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ جاسر مصطفى وجيت وآخر مجموعة أشياء تعلمتها بآخر event I have joined recently. آخر مجموعة أشياء تعلمتها بآخر حدث أو نشاط شاركت فيه وشاركة تنظيمه، واللي كان الهالت برايز QU، هالت برايز في جامعة قطر، واللي هو لأول مرة بصير في جامعة قطر. خلينا نبلش. هلا الهيلث برايز هي جائزة عالمية المفروض، وبتمويل أو بالشراكة مع اليو إن، والأول مرة بتصير في جامعة قطر في قطر يونيفرسيتي. وكان موضوع التشالنج لهاي السنة هو فود فور جود. ما راح أدخل بتفصيل أكثر من هيك، لكن أنا كنت في هذا الإيفنت as a judgment and jurors management head، وقدرنا الحمد لله بهمة الشباب اللي بيشتغلوا على تنظيم هذا الإيفنت. كمان كان عندهم 35 شخص إنه نعمل إيفنت، كان كثير مرتب، كان فيه مفروض 10 teams to compete، بس انسحبوا 2 يمكن أو 3 ناس الرقم انسحبوا، بس كان مع 7 أو 8 teams competing، وكان مفروض يكون معنا 7 judges أو jurors، ومرض واحد منهم في اليوم تبع الايفنت وما قدر يجي، فكنا 6 جورز او جادجرز. كانت اكسبيرينس صراحه كثير غنيه، كثير لطيفه، الناس اللي تعرفت عليهم، الناس اللي تعاملت معهم، وتعلمت منهم شغلات كثير 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 مفيده وكبيره، سواء الستودنتس اللي كانوا كومبيتينج او الستودنتس اللي كانوا اورجنايزنج او الدكاتره اللي كانوا انفولف او اعضاء الهيئه الاكاديميه او الكادر اللي بيشتغل في جامعة قطر، اللي مشكورين يعطيهم العافية، وأكيد الجوررز اللي مختلف الباكجراوندز اللي جبتهم واللي جبناهم على الإيفنت اللي كان 26 مارس 2020. مجموعة الجوررز اللي كانوا موجودين معانا كانوا مختلف الباكجراوندز، إشي في ريادة الأعمال، إشي في التطوير، إشي في الانفستمنت، إشي في البزنس، إشي في الليدرشيب، يعني مختلف الباكجراوندز كانت literally ثرية ومفيدة. وهذا اللي أنا بدي أشاركه اليوم، عشان الإشي اللي أنا تعلمته اللي استفدت منه اللي أشوفه مفيد برضو الكل يقدر إنه يطلع عليه، إذا كان مفيد بالنسبة له يقدر يبني عليه ويستفيد منه أكثر وأكثر. من الأشياء اللي أنا تعلمتها اللي أدخل بشكل مباشر، النصيحة الأولى كانت متعلقة بالمعلومات وإيش هاي المعلومات معنية بشو، ووضوح هاي المعلومات، وإنك أنت تكون متأكد من صقل هاي المعلومات، وانت تكون مرتب، تكون ذات علاقة بالهدف اللي انت عم تبريزنت هاي المعلومات لإلها، وكمان تكون علاقتها جدا 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 قوية بالفكرة اللي انت جاي اليوم تبريزنت لتقنع المشتري او الاودينس بانه يشتري السيرفيس او السلعة او الخدمة اللي انت عم بتقدمها. فوضوح المعلومات وشموليتها وعلاقتها بالهدف اللي انت بدك اياه هو اهم بكثير من الهدف أتسل. هلا النصيحة الثانية اللي كانت مقدمة من الجوررز، لأني أنا طلبت منهم في آخر الإيفنت إنه كل واحد من الجوررز يعطي 2 pieces of advice، يا رب أكون حكيتها صح، 2 pieces of advice للستودنتس والكومبيتيتورز، تكون من الخبرة الحياتية مش بس شيء له علاقة بالإيفنت. فكانت النصيحة الثانية إنه إذا أنت عم تعرض فكرة أو خدمة أو سلعة أو منتج أو whatever على audience أو مشتري أو investor، تقنعه إنه يقدر يشتريها أو to invest فيها أو يمولك عشان تعملها، فركز لي على إيش المشكلة اللي أنت عم بتحلها، وركز على إيش the proposed solutions اللي أنت عم تفرضها لهاي المشكلة، أكثر من تركيزك على معلومات theoretical و historical والبيضة مين بابها والجاجة مين جابها. حاول تركز وتعمل كل الأفورت تبعك على الأرض، إيش المشكلة اللي أنت عم بتحلها، وكيف أنت حليتها، وكيف حلك هو feasible، وكيف حلك هو استثماري وراح يرجع بالفائدة، أو راح يرجع بالفائدة سواء المادية أو الاجتماعية أو المعنوية أو whatever الفائدة اللي راح يرجع فيها اللي أنت هدفك أنك أنت تركز عليها. النصيحة الثالثة اللي انحكت برضه من الجوررز أنه أنت focus on selling yourself، ما الحرفي ركز على أنك أنت تبيع نفسك، definitely أنت مش هتبيع حالك، مش حرفياً عم نحكي، لكن ركز على أنك أنت تكون مقنع كثير ومؤثر كثير لطريقة البرزنتيشن اللي أنت عم تعملها في المعلومات اللي عم بتقدمها والproblems والsolutions اللي you are focusing on، لحتى تقدر to sell yourself on a proper position وعلى level منطقي، أنه يكون الإشي اللي أنت بدك إياه تقدر أساساً to sell yourself. النصيحة الرابعة،
as simple as possible. حاول انك انت تكون بسيط قدر الامكان بطريقة تقديمك the solutions اللي you are proposing, المصطلحات اللي you are using, بطريقة توصيل المعلومة اللي انت عم بتوصلها. لانه at the end of the day you need to sell your product مرات او service او whatever او idea لناس ما بتعرف انت عن ايش هي انت, يعني هي ما بتعرف انت عن ايش عم تحكي. فاذا انت او الاودينس اللي انت عم بتقدم له ما فهم انت شو عم بتقدم وكان بالنسبة له الموضوع معقد, ولا تحلم بحياتك انه هذا الشخص او هذا الاودينس راح يشتري هذا الاشي اللي you are proposing. So as simple as possible. النصيحة الخامسة be well prepared. وهي صراحة نصيحة انا بلمسها بكل مكان انا بروح عليه to sell my product او myself او my idea او my concept او my procedures او my whatever. خليك جاهز قبل الموعد, اجهز قبل الموعد اللي احتارت فيه المعلومة او البرزنتيشن تبعك, اجهز من ناحية ايش معلومات اللي تحكيها تكون كثير ما استرجاع المعلومات, واجهز من ناحية انك انت تكون جاهز انك تعرض لكل الاسئلة كل المشكلات سواء تكنيكلي او theoretical او object related او service related او whatever circumstances عم بتكون حوالين الobject اللي انت او الايديا اللي انت عم تعرضه. كون جاهز لو whatever شو مكان السؤال او المشكلة اللي انت راح تعرض لها. يعني وصل معلومة انه انت احسن واحد في الكوكب عم بيعمل هاي الشغلة, وكون انت احسن واحد عم بيعمل هاي الشغلة وبقدمها وبعرف عنها وبعرف عنها معلومات. والنقطة السادسة اللي انت او النصيحة السادسة اللي كانت موجودة كمان في الايفنت, be presentable and present yourself in a proper way. كن مرتب وقدم بطريقة مرتبة وعلى الطريقة تبعتك تكون هي اللي يعني شوف مش inspiration بدي احكي انه هي اللي خلص انت اللي خلقت وانكسر القالب من بعدك, انتهى الوضع. فبي presentable مرتب, presentation تبعك يكون presentable وpresented be proper way مرتبة up to the level of the audience اللي عم بحضرك او عم بسمعك, لحتى انت تكون up to the level of the requirements او expectations او whatever. المهم انت be presentable. والنصيحة السابعة اللي كانت معانا في هذا الايفنت الخيالي صراحة صار الممارسة ام الاتقان, اللي انحكت بطريقة انه participation is the mother of perfection. I think في هذا الطريقة participation participation participation, الممارسة الممارسة الممارسة, ضلك مارس الشغلة وعيد فيها لحتى انت تماستر هاي الشغلة وتتقنها 100% وتصير برضو احسن واحد بيقدم. لاحظ انك تعمل دقيقة انت احسن واحد عم بيقدم هاي الشغلة. وانس اتقنتها اكيد في ناس كثير راح تشتريها منك وراح ترضى انها تدخل وتبي انفولد في هذا الشيء اللي انت عم تعمله. وهذا الحكي كله بده يصير before the day that you'll be presenting your ideas, concepts, procedures, products, services, whatever الشيء اللي انت بدك تطلع على الستيج وتبيع. بهاي المناسبة السعيدة بقول لك شايف هذا I think هون أو هون مش عارف وراح يطلع هون كارد هنضيفه أو لينك أو صورة بعرف إيش سموير عن فيديو أنا حكيت فيه عن الممارسة وأهميتها وأهمية الاتقان اللي بصير من خلال الممارسة. النصيحة الثامنة, دائما حاول إنك أنت تتعلم كل إشي بمر عليه قدر الإمكان تستخدمه for your benefits, تستفيد منه وتستخدمه في شغلك وفي حياتك المادية وفي حياتك العملية وفي حياتك الاجتماعية. استخدمه, المهم استفيد منه واستخدمه. والنصيحة التاسعة, هاي تمانية, النصيحة التاسعة, دائما خلي معك قلم ورقة أو دفتر صغير, أو إذا كان تلفونك مثلا في قلم It's fine. أو إذا كان معك تابلت وفي قلم, خلي معك قلم وأي شيء تكتب عليه, أي شيء بنكتب فيه وأي شيء بتكتب عليه, هدول دائما خليهم معك واحفظهم دائما. ودائما اكتب ملخصك الشخصي ملاحظاتك الشخصية عن كل شيء بينحكى لك وبينحكى قدامك وبينحكى عنك وبينحكى عليك وبينحكى عن الأشياء اللي بتشتغلها أو الأشياء اللي بدك تشتغلها أو الأشياء اللي ممكن إنك تستفيد منها. أي شيء مفيد حوالين هذا الموضوع write it down اكتبه, وهذا خليه هذا اهم من حياتك الدفتر او القلم او التابلت او الموبايل او وات ايفر. المهم اكتب ملخصك الشخصي. والنصيحه العاشره to be honest, يمكن هذه مني, اي شيء بتتعلمه او بتكتبه او بتلخصه حاول انك انت بشكل او باخر تربطه بالاشياء اللي انت بتعملها بحاجاتك بتطلعاتك باهدافك باعمالك اليوميه التاسكات اللي انت بتعملها
لحياتك العمليه عشان تقدر تسوي قدر الامكان تربط اي شيء يصير معك باي شيء انت حابب انك انت تعمله او انت اوريدي عم تعمله وكيف انت ممكن انك تستفيد منه وتحوره لحتى يكون one of your assets اللي هتستخدمها عشان to get your returns whatever كانت الريتيرنز اللي انت عم تطلع عليها. والنصيحة الأخيرة يا معلم شوي خليني هيك أجهز هيك أقعد أضبط حالي. النصيحة الأخيرة اللي أنا اللي حكيتها هاي صراحة كنت عميق فيها بس مش مشكلة مش عارف تعلمتها وقرأتها somewhere I think إنه حضرت فيديو يمكن إيلون ماسك حكاها I think إنه هو. وهاي النصيحة راح أضل أحكيها طول عمري وبحكيها وراح أضل أحكيها يمكن مش كثير ناس تقتنع فيها أو تشوفها يعني صحيحة. أنا بالنسبة لي شايفها جدا صحيحة. Work every waking hour اشتغل في كل ساعة انت مستيقظ فيها. وانا بزيد على هاي النصيحة بقول لك try to expand your waking hours او to extend your waking hours as much as possible. زود في ساعاتك اللي انت صاحيها كل ساعة انت صاحي فيها اشتغل. لا لا وانا ونفسي ولازم يكون في لي وقت ولنفسك عليك حق وسلامي الداخلي وكذا هذا كلهم انا I do respect. شو بتعمل؟ You are working of every thing that you need either working in your work or working or on your job or working on your career path or working in your plan or working on your targets or aims or working in your entertainment or working in your inner peace or working work at something that might be helpful beneficial ما بعرف اذا الكلمة هاي صح اشي مفيد بالاخر ولا تكون هامل او بديش احكي هامل عشان تعرف يعني لازم انا اكون محترم على الفيديو. لا تضيع وقت استفيد منه وحاول انك انت تكون شخص مفيد للبشرية وحاول انك انت زي ما حكيت فيديوهات تانية ناسي اذا راح يطلع ولا ناسي الفيديو تكون مفيد لشخص الحياة انت اخده لهذا الشخص الحياة او لما يكون اشخاص او ناس الحياة تكون انت مرجع في شغلة معينة تقدر انك تفيد فيها الناس. حاول انك تكون هذا الشخص وهذا الشخص انت ما راح تصيره الا اذا you are literally working every waking hour especially اذا انت لسه صغير لسه you need انك انت تغذي معلوماتك تغذي شخصيتك وتغذي the procedures والconcepts or whatsoever اللي انت بتفكر فيه. بعد ما تسوي كل هاد ان شاء الله انك ترتاح او ما هترتاح تتعود على التعب وحيصير بارت من حياتك فانت مش هتكون متغلب فيه بس تكون تعب بس متغلب فيه ان شاء الله انه يكون هذا الفيديو اللي انا عملته يكون فيديو مفيد او حدا يستفيد منه ان شاء الله. اذا حدا استفاد حط لي في الكومنتس ايش البوينت اللي فادته او ايش النصيحة اللي حتغير من الاشياء اللي بعملها مثلا. واذا في نصائح تانية ممكن تكون ريليتد لهذا الحكي اللي انا بحكي في هذا الفيديو حطوا لي اياها في الكومنتس. وبرجع بحكي انه في كتاب او كتيب انا انضربت على راسي وامده انا اي كليم انه هو ادعي انه هو راح يكون مفيد جدا وانه هو اشي فخم. تدرجت شوي شوي بالمعلومات اللي عم بحكي فيه كبوينتس انه هي تكون مفيدة وكان اسمه 101 things I learned in the pandemic year 2020 101 شيء انا تعلمتهم في سنة الجائحة 2020 و I have released it في 1/1/2021. تقدر تروحوا على اللينك اللي حيبين هون www.gisobuy.com/books هتلاقوه موجود. تقدر اذا تقرأه اونلاين او انك تنزل نسخة الكترونية عندك PDF او انك انت تطلب نسخة مطبوعة. فاذا بتحب انك انت تقرأه وتعطيني رأيك فيه روح على هذا اللينك وحط لك اياه برضه في description بوكس. واللي حكي لك اياه ان شاء الله انه هذا الفيديو ينزل بشهر واحد لما نزل بشهر واحد او اكستند هذا الموضوع بس في برومو كود غير الخصم اللي موجود اصلا على الويب سايت. اذا بتستخدم هذا البرومو كود بيعطيك اديشنال ديسكاونت. ناسي صراحه قديش الاديشنال ديسكاونت 10% 15% 20% بس اكيد مش اكثر من هيك. بس اعطيك اديشنال ديسكاونت على هذا الكتاب علشان انا حابب انه هذا الكتاب ينتشر لانه اشياء ليترالي اغلبنا ما بيكون فكر فيها يمكن يكون عرفها بس مش مضوي عليها. ضروري انك انت تعطيني رايك بهذا الكتاب اذا قراته. اذا ما قراته عادي لا تحكي رايك ما عندي مشكله من هون لتقراوه وتحكوا لي رايكم وتدفعوا وتتدبسوا على الويب سايت. اشوفكم بألف خير وسلامه وود. وهذا الفيديو تم تصويره ب 31/12/2020 عيد ميلادي انولدت ب1/1 كلكم بتعيدوا لي على هذا الفيديو. سلام.